المنصة للاحتفال بهذا الفوز النهائي لبطولة سمو الأمير المفدى لعام 2011. المركز الأول للفارس المتألق، الفارس باسم حسن سيف، ألف مبروك. ويتفضل سعادة الشيخ محمد بن فالح الثاني رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية بتقليد السيف الغالي إلى الفائز باسم حسن سيف، ألف مبروك. مبروك لبطلنا باسم حسن سيف، وشكر لسعادة الشيخ محمد بن فالح الثاني رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية لتقبيل الفائز البطل. المركز الثاني الآن للفارس علي يوسف أرواحي، ويقوم أيضا بتقليد الجائزة للفارس المركز الثاني علي أرواحي سعادة الشيخ محمد بن فالح الثاني رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية. المركز الثالث للفارس محمد خالد العطية، ألف مبروك للفارس محمد خالد العطية المركز الثالث. جميعكم أبطال في هذه الفئة بطولة سمو الأمير المفدى 2011، والتي إن شاء الله تتكرر دوما بحضوركم وبتميزكم وبحضور ضيوفنا الكرام وجميع القائمين من اللجنة المنظمة التي بتعاونهم أصبحت هذه البطولة بطولة ناجحة بإذن الله. إذن الصور التذكارية لأبطال هذه الفئة ورعاتنا، ويتصدرنا طبعا ونتشرف بوجوده سعادة الشيخ محمد بن فالح الثاني رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية، والذي قام مشكورا بتتويج أبطال هذه الفئة. أيضا شكر للسيد سعود بن عبد الله الترويج نائب رئيس مجلس إدارة رولكس في قطر، أحد رعاة هذه البطولة. ويشاركهم أيضا الرعاة قطر للبترول، ويمثلهم السيد عيسى السليطي ممثل قطر للبترول. ألف مبروك لجميع الأبطال، ألف مبروك للجنة المنظمة حقيقة على نجاح هذه البطولة.